استاذ ايهاب، هل مجله اكتوبر لسه بتستلهم روح اكتوبر؟ سؤال صعب يعني. هو السؤال مش المجلة يعني، هو السؤال ما أي الحدث في حد ذاته تجلياته وتأثيراته. روح أكتوبر دي في كل المجالات وفي كل الدوائر وفي كل المناحي. أنا يعني أعتقد أنه هو ده الغاية اللي بيتمناها الناس في مصر، أنه روح أكتوبر دي اللي هو الحدث الذي ضرب به المثل في كل شيء، انضباطا وتخطيطا وروحا وفريقا، من أصغر تفصيلة إلى يعني أكبر عائق واجه الناس وقدروا يتغلبوا عليه. أتصور هو دي الحاجة الوحيدة اللي بتعطي أمل وبتعطي يعني طاقة تفاؤل، أنه مهما كانت الظروف سيئة، مهما كانت الأمور يعني فيها مشقة، في وقت ما ربما يعني سيحدث التغيير، يحدث الانتقال للأفضل. استلهام روح أكتوبر هو الحقيقة مش بس يعني مع كل التقدير لقيمة المناسبة وتاريخيتها، لا تقتصر على الجانب الدعائي بس أو الجانب الخطابي أو كده. هي اللي حصل بالضبط في أكتوبر، إنه تم الأخذ بكل أسباب المعرفة، النجاح، الدقة، إن كل واحد عارف هو ده. متهيألي ده الدرس الأهم، إنه كان في منظومة كاملة بتدار بتناسق يعني فائق الدقة، وكل فرد في هذه المنظومة كان يعلم بالضبط هو هيعمل إيه وإزاي وفين وإمتى، ومدرب على ذلك بشكل يعني ما فيهوش حتى احتمال الخطأ اللي هو الواحد في الألف. فيما أتصور ده هو ده أهم ما يمكن يعني أن يستخلص من حدث زي أكتوبر. إنما في رأيي أنا ما حضرتش أكتوبر، أنا مواليد ما بعد حرب أكتوبر، ومن الجيل اللي هو دلوقتي نوستالجيا حرب أكتوبر دي حاجة بالنسبة له بكل مفرداتها، يعني الدراما، الأفلام، كل هذا الجيل اللي مواليد النصف الثاني من السبعينات وأوائل الثمانينات، حرب أكتوبر بالنسبة لهم حالة فيها بهجة وفيها تفاؤل وإلى آخره. إنما طول الوقت فيما أظن أنه إحنا بنفتقد لما أسميه أنا التأسيس المعرفي هذا الحدث. يعني ايه تأسيس المعرفة؟ انه ينقصنا معرفة تفاصيله، التفاصيل موجودة في كل مكان، انما انه يتم بلورة هذه المعرفة في اشكال تراعي فروقات الاجيال والامواج التي تظهر كل فترة بمعدل من 3 إلى 5 سنوات، وما بيبقوش عارفين ايه اللي حصل وعايز يعرف، وانه من إيش ما ينبغي ان يكون اللي هم هؤلاء الشباب يعرفوه او هذه الاجيال ما ينبغي ان تعرفه على معرفة الاجيال الاسبق، لانه ده افتراض خاطئ. يعني لما تيجي حضرتك تقابل شاب عنده 12 13 سنه وتيجي تساله فيقول لك مش عارف، طب هو طبيعي ان هو عنده مش ذنبه، عايز تقول مش ذنبه بالظبط كده، مش ذنبه، لانه ما يمكن ان يعني يقدم لي ويتناسب مع التطورات اللي في وقته وفي زمنه ما كانتش هي اللي موجوده في الفترات اللي تمت من بعد 73 لغايه اواخر الالفيه مثلا على سبيل